شو بدنا نعمل بالمسكينة؟ جبناها على البيت قلنا بتفيد وبتستفيد. شوفوا شو اللي صار بالبنت. ماشي بولات، نحن مناخد مصطفى معنا والبنت بتبقى هون. قال ما بدها تبقى، معها حق. ايه شو بدها لك؟ بدها تدرس. تدرس شو؟ شو فيها هاي؟ ليش استغربت؟ بلشت الست فداء بقصة الدراسة. البنت حابة تدرس يا؟ في أحلى من الدراسة بهالأيام؟ بولات لولا شوي كان انقضى على مستقبل البنت وببيتنا كمان، يعني صار تدريسها دايم برقبتنا. شلون هاي بدها تصير فداء؟ عم بتقولي البنت ما بدها تبقى هون؟ بدنا نبعتها على مدرسة المركز، في هونيك بنات كتير عم يدرسوا. وأبوها رح يوافق؟ يجرب ما يوافق، والله ما بيهمني إنه مريض وبشقفه تشقيف. ماشي فداء ماشي، عم تحكي مزبوط أختي. الله يخلينا ياكي يا أختي. زينب، من كتر ما انقهرت ما فات النوم لعيوني. بولات يلي عم تدفعوه لعيلتها أنا رح أدفعه بلا ما يتضايقوا. مزبوط، وبنتحمل كل مصاريف دراستها. انت احكي مع ابوها وحل لي هي الشغله اليوم. طيب. مريني خالتي، مبروك بنتي، رح نبعتك على المدرسه. خالتي فداء، ان شاء الله الله ينولك مرادك. خلاص لا تبكي، لا تبكي بنتي.